سيدنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني كثيرا أن ألتقي معكم في هذه المقابلة الثانية مع الدكتور يحيى سعيد الحديدي، وهو ثاني أطباء المستوصف الأول. جاء الكويت في أول شهر جون عام 1940، وهو ثاني أطباء وزارة الصحة العامة كما قلت. والدكتور يحيى الحديدي ولد في دمشق عام 1912، وفي عام 1938 تخرج طبيبا عاما من الجامعة السورية. وفي المقابلة السابقة تحدثنا عن المستوصف الأول وما يتعلق بموضوعه وعن الصحة العامة، كما أنني ذكرت نبذة تاريخية مختصرة عن تاريخ الصحة قديما. فأول مستوصف تأسس بالكويت هو المستوصف الصغير الذي افتتحته الجمعية الخيرية الكويتية في زمن الشيخ مبارك صباح عام 1931-1913، وكان طبيبة هو أسعد أفندي. ثم تحدث بعد ذلك عن المستوصف التابع لدار الاعتماد البريطانية، وهو مستوصف صغير فتح في الكويت حوالي عام 1907 وظل إلى عام 1948. كذلك تحدث عن المستشفى الأمريكاني الذي تأسس بالكويت عام 1910 وظل يعمل في الكويت مدة طويلة إلى عام 1967، وأنه قدم خدمات جليلة وكان الكويت في حاجة إلى مثل هذه الخدمات. والآن في هذه المقابلة نتحدث عن بقية الموضوع مع الدكتور يحيى الحديدي عن المستوصف الأول ديوان المعرفي وعن بناء المستشفى الأميري وما يتعلق بالموضوع. وأنا أود أن أتحدث الآن أن أذكر نبذة تاريخية تتعلق بالأوائل في أمور الصحة العامة وما له علاقة بعمل الصحة العامة، حتى نعطي المشاهدين الكرام صورة جلية واضحة عن تاريخ الصحة العامة، وحتى نذكر هؤلاء الرجال اعترافا بفضلهم. أول طبيب من أطباء المستشفى الأمريكاني جاء الكويت هو الدكتور بنت 1910. أول طبيب جاء الكويت من قبل الحكومة والأهالي معا هو الدكتور أسعد أفندي عام 1913-1331. أول طبيبة جاءت الكويت هي الدكتورة ليانور كال فلري المعروفة عندنا خاتون حليمة، جاءت الكويت عام 1914 وهي أولى طبيبات المستشفى الأمريكاني. أول كويتي مارس عملية التلقيح ضد الجدري هو الشيخ مساعد العازمي، تعلمها في مصر منذ أكثر من نصف قرن. أول من فتح صيدلية بالكويت هو الشيخ حافظ وهبة المصري حوالي عام 1914، وجلب بعض أدوية منها لزقة معروفة عندنا بالكويت سمى لزقة حافظ نسبة إلى الشيخ حافظ وهبة. أول كويتي فتح صيدلية هو عبد الإله القناعي منذ أكثر من 40 عاما. أول رئيس للصحة العامة في الكويت هو الشيخ عبد الله السالم الصباح منذ عام 1939. أول وزير للصحة العامة هو السيد عبد العزيز حمد الصقر أول عام 1962. أول مدير للصحة العامة هو السيد محمد جاسم المضف عام 1944. أول وكيل للصحة العامة هو السيد يوسف جاسم الحجي في آخر عام 1962. أول موظف إداري للصحة العامة هو السيد عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم عام 1941. أول قانون صدر لتنظيم الصحة العامة كان في عام 1944 وبتوقيع حاكم الكويت الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح. أول مجلس عين للنظر في أمور الصحة العامة كان عام 1944، وكان يتألف من المرحوم نصف يوسف النصف، المرحوم أحمد المشاري، السيد عبد الله زيد الخالد، السيد عبد الحميد الصانع. أول طبيب من أطباء الصحة العامة هو الدكتور عمر سلامة جاء الكويت عام 1939، وثاني طبيب من أطباء الصحة العامة هو الدكتور يحيى سعيد الحديدي جاء الكويت عام 1940. أول مساعد صيدلي جاء الكويت هو السيد محمد سلامة وهو شقيق الدكتور عمر سلامة جاء الكويت عام 1939. أول مساعد صيدلي كويتي ومضمد كويتي هو السيد خالد عبد اللطيف دهيم منذ عام 1939.
أول قابلة قانونية جاءت الكويت هي السيدة وهيبة البابا عام 1941. أول مستوصف خاص للنساء فتح بالكويت هو مستوصف النساء في بيت معرفي على ساحل البحر عام 1941. أول ممرضة كويتية هي السيدة فاطمة الجماع، وهي أيضا أول كويتية تلتحق بالعمل في وزارة الصحة العامة عام 1941. أول طبيبة من طبيبات وزارة الصحة العامة هي الدكتورة فاطمة فهمي، جاءت الكويت من مصر عام 1944. أول أمين مذخر طبي للصحة العامة هو السيد يوسف جاسم الحجي. أول طبيب جراح من أطباء الصحة العامة هو الدكتور أحمد قدري الحواصلي عام 1945. أول طبيب للعيون من أطباء الصحة العامة هو المرحوم الدكتور أحمد الدفراوي، جاء الكويت عام 1946، وهو أيضا أول طبيب يتوفى بالكويت عام 1950. أول مستشفى فتح بالكويت هو المستشفى الأميري يوم 18 أكتوبر عام 1949. أول أطباء الذين عملوا بالمستشفى الأميري هم الدكتور بري رئيس الأطباء، الدكتور سامي بشارة، الدكتور عادل نسيبة، الدكتور نايف حسن، الدكتور فوبس للتخدير. أول طبيب كويتي هو الدكتور أحمد الخطيب، تخرج من الجامعة الأمريكية في شهر جون حزيران عام 1952 طبيبا عاما، والتحق بالعمل في وزارة الصحة العامة في نفس العام 52. أول طبيب أسنان كويتي هو الدكتور جاسم محمد حسين، تخرج من الإسكندرية عام 1961 والتحق بالعمل في وزارة الصحة العامة في نفس العام. أول طبيبة كويتية هي الدكتورة نجيبة عبدالله الملا صالح، تخرجت من لندن في شهر أكتوبر عام 1966 طبيبة عامة، وفي عام 1967 التحقت بالعمل في وزارة الصحة العامة. هذه نبذة تاريخية كما قلت تتعلق بالأوائل في تاريخ الصحة العامة، أرجو أن أكون قد وفقت في الحديث عنها. والآن أحب أن أقول كلمة قصيرة، وهذه الكلمة أبدأها بكلمة أشهر بدل من كلمة أول. أشهر طبيب مارس الطب العربي في الكويت وقدم خدمات جديدة للكويتيين في هذا المجال هو المرحوم أحمد محمد الغانم، وهذه صورته. هذه صورة المرحوم أحمد محمد الغانم، وهو من أعيان الكويت، توفي في أول شهر ديسمبر عام 1963 وعمره حوالي 105 سنوات، وقام بأعمال جليلة في ميدان عمله، وكان يعالج مجان ويعمل في سبيل الله، كان يبذل من ماله ومن جهده ومن وقته ومن صحته، وكان يزور مرضاه في بيوتهم ويساعد الفقراء منهم. الحقيقة قام بأكبر عمل، وكان ماهر في جميع ضروب الطب، وكان يعمل الأدوية والمعاجين ونحوها، حتى أنه عالج الدكتور ميلري لما أصيب باليرقان أبو صفار، فعالجه بالكي فبرئ من وقته، واعترف له الدكتور ميلري بهذا العمل. والحقيقة أن الحديث عن المرحوم أحمد محمد الغانم طويل، وإن شاء الله سنتحدث عنه في حلقات قادمة اعترافا بفضله، رحمه الله رحمة واسعة. دكتور، نشكرك على حضورك لتسجيل هذه المقابلة الثانية، ونسألك ما هو كان شعورك عندما وافقت على العمل في الكويت؟ في الحقيقة شعوري كان ولا يزال شعور الإنسان العربي الذي يريد أن يؤدي رسالته ويعمل في بلد عربي آخر. تشكر. كيف كان المستوصف لما أتيته، أو الصحفي ذاك الوقت المستوصف الأول جاء معرفي؟ والله مثل ما بينت في الحلقة السابقة، أنا جئت في سنة 1940 وباشرت العمل في مستوصف معرفي، ديوانية لمعرفي تقع بالقرب من البحر. وساعدني بالحقيقة على العمل بعض المواطنين، أذكر منهم السيد خالد دهيم والملا يوسف الحجي ومحمد مطر و
أيضا حامد نصر الله أينا. وعائشة الجماع و محمد بودي كان وقتها اي كان الكاتب الله يرحمه توفي نعم محمد بودي اي نعم وعبد المحسن الخزيم واخي عبد الرزاق وفئه ثانيه من الاخوان الحقيقه اي نعم قاموا بالخدمات صحيح تفانوا في عملهم الواقع وكانوا مثال للاخلاص في العمل صحيح الواقع طبعا هذول انا احمل لهم كل اجلال وكل ذكرى طيبة صحيح. الواقع وأشعر كأن صلة روحية تشدني دائما إليهم صحيح. الواقع أمثلة كثيرة ما نقدر نتوسع في الموضوع على يعني العمل اللي قاموا فيه واللي يعني أدوا فيه خدمات كبيرة لهذا البلد صحيح. مثال أجب لك طبعا نحن لما بحثنا الوضعية الصحية في البلد أنا وجدت حوادث جدري كثيرة فكان همي الأكبر أن أخلص هذا البلد من هذا المرض الوبيل فعرضت الفكرة على الإخوان أظهروا كل يعني مساعدة وكل قبول في هذه المهمة صح. فألفنا من بعضنا فرق الفرق هذه كانت تذهب إلى مختلف مناطق الكويت من مثلا حتى خارج الكويت مثلا في محلات العشيش في محلات البدو في البلد كنا نذهب كل فليج بفليجه وكنا نطرق الأبواب وندخل إلى البيوت ونجري التلقيح طبعا على الجميع هذه العمل كنا نقوم فيه بعد الظهر لأنه قبل الظهر كان عملنا في المستوصف للعلاج كل واحد في عمله وبعد الظهر كانوا جزاهم الله خير يتطوعوا في هذا العمل فكنا هالفرق هذه تذهب في مناطق مختلفة وتجري التلقيح وكنا أيضا عاملين فئة ثابتة في المستوصف لإجراء التلقيح لمن شاء من الأهالي المراجعين في الليل الواقع أنه عملوا يعني لا أنكر بأنه في عملوا في ظروف صعبة وقاسية جدا يشكرون عليها طبعا خدمة الوطن ليس عليها شكر ولكن أنا لمجهود ما بشك لهم مجهود نعم هذه أنا ما بنسى أبدا حقيقة وكانوا هؤلاء الأخوان خير عون للقضاء على هذا صحيح. مرض الوبيل في هذا البلد هذا صحيح شهادة لوجه الله يعني مال الجدري وبعدين مال الكوليرا طبعا نحن جابهتنا صعاب في عملنا جابهتنا صعاب كثيرة منها ظهور التيفوس في سنة 1942 في بعض البلاد المجاورة صحيح. التيفوس كما تعرف مرض خطر وينتقل بواسطة القمل فالواقع يعني حصل عندنا خوف وجزع من انتقال هذا المرض لهذا البلد ولكن شوية توعية وشوية احتياطات اللي طبعا تقبلوها المواطنين بكل ترحاب وعملوا بها طبعا كانت يعني مفيدة جدا لعدم تسرب هذا المرض إلى هذا البلد ووضعنا لوحات من قماش صحيح. ذكرنا كيف التيفوس ينتقل ووسيلة العدوى فيه وإلى آخره نعم. فمن جملة الأشياء اللي قلناها أنه حلق الشعر ضروري والنظافة ومكافحة القمل إلى آخره والحقيقة بأنه الكثير استجاب لهذه النصائح وعمل بها نعم. في سن طبعا 46 حصلت بعض حوادث بالكوليرا في مصر وتعددت هذه الحوادث فنحن خشية من تسرب هذا المرض إلى الكويت قمنا بعمل حجر صحي بنينا شوية عشيش بعض
يعني حشيش خارج المدينة بالشامية. بالشامية ايه؟ على بعد يمكن 6-7 كيلومتر 10 كيلومتر، وأجبرنا كل قادم أن يقيم في هذه ايه؟ العشيش مدة الحجر. مدة الحجر. في اليوم الثاني لهذا الإجراء وصل الوجي اثنيان الغانم رحمه الله، وكان قادما من مصر، ولما علم بأن الحجر هو لحماية المواطنين ولحماية البلد قبل عن طيبة خاطر تطبيق الإجراء عليه أيضا. هذه أذكرها رحمه الله. هاي سنة 46. 46 والحمد لله لم يحصل لا حادث جذري. الجذري طبعا بقينا نكافح فيه ما يقرب من سنتين بشكل مستمر. نعم وجدنا طبعا بعض يعني المقاومة من بعض الناس، ولكن لما شعروا بفائدة التلقيح وفائدة الإجراءات هذه صحيح. أقبلوا علينا الواقع. وأيضا تيفس الحمد لله ولا حادثة، والكوليرا الحمد لله الله حماها حمل الكويت منها صحيح. أيضا مثل ما قلنا بنعرض الآن صورة للدكتور عمر سلامة. كنت ما قلنا أن عمر سلامة هو أول طبيب من أطباء الصحة العامة جاء الكويت عام 1939، وهو شقيق الدكتور أحمد سلامة الطبيب المعروف. والآن نعرض صورة قديمة أعطاني الصورة هذه للبرنامج الدكتور أحمد سلامة. وهذه الصورة، هذه صورة في القهوة البرازيلية، أول قهوة فتحت من نوعها بالكويت عام 1939. ويظهر في الصورة الأول جهة اليمين المرحوم محمد سليمان العتيبي، وجنبه أيضا الجالس المرحوم يوسف بهبهاني، واللي يمه بالوسط الدكتور عمر سلامة، واللي واقف لعنده كوب هو السيد محمد سلامة مساعد صيدلي، وهو أول مساعد صيدلي يجي الكويت ولا زال يعمل في الكويت. جاء الكويت عام 1959 والآن يعمل في صيدلية المصح. واللي جنبه الواقف جهة الشمال المرحوم محمد المغربي المعروف محمد أفندي. بعدين لجهة الشمال بالطرف آخر واحد هو الأستاذ أحمد شهاب الدين رئيس البعثة التعليمية اللي جاءت الكويت، واليمة في اللباس العربي السيد عبد العزيز الحميضي، واليمة الأخ عبد العزيز الحميضي الأستاذ إبراهيم عيد مدرس أيضا قديم جاء الكويت عام 1938 وبقية المدرسين معهم. هذه صورة قديمة عام 1939 في القهوة البرازيلية بسوق التجار. زين دكتور، من كان يقوم بالطب الشرعي؟ والله في زمانكم أنا اللي كنت أشرف على هذه الناحية، لكن أريد أكد لك خلال 8 سنوات أي من عام 40 إلى 48 لم أشاهد حادث طب شرعي جنائي بالمعنى الصحيح. صحيح كانت تحول إلينا بعض الحوادث العادية من دائرة الشرطة ومن الأمن، ولكني لم تحول لي حادثة فيها جريمة واحدة طيلة هذه السنوات إلا حادثة واحدة بذكرها، لم تكن طبعا بقصد الجريمة. 2 حماميل بيظهر عما يمزحوا مع بعضهم بعض، واحد منهم بيظهر ضرب الثاني عن غير قصد بالحديدة هذه اللي بيثبت الحمل فيها على ظهره فاخترقت الخاصرة اليسرى لحد الكلية ولكنها لم تصل الكلية، فأتوا به وهو جريح فعملنا له الإسعافات الكافية وبعدين خيطنا له الجرح وشوفي أيه. هذه الحادثة الوحيدة صحيح. اللي كان فيها الشبه أيه. يعني تقريبا جرح عميق طيلة 8 سنوات من 48 إلى 48 ولا حادثة أيه. دكتور ما هي التنظيمات الإدارية والفنية التي كانت تسير عليها الصحة في زمانكم؟ الواقع في أول الأمر طبعا كانت الأعمال يعني مختصرة كتير، بعد ذلك توسع العمل وتعددت أعمال الصحة وزادت مرافق صحية. طبعا بدأ بناء مستشفى صحيح. عمل مستشفى على البحر للنساء
مستشفى مستوصف ثاني ثالث للعيون إلى آخره. فاقتضت ضرورة عمل طبعا بقى تنظيم لإدارة الأمور هذه. صحيح. فأصدر المغفور له الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت هذاك الوقت نظام صحي أو قوانين صحية بدأت الصحة تتمشى عليها. هذه في سنة أعتقد سنة 1944. وهالقوانين هذه حددت عمل المدير الإداري والمدير الفني. لأنه صار دائرة الصحة مدير إداري وهو حتما بيكون مثلا غير طبيب. وقال يقوم في أعمال الإنشاءات وطبيب ومدير فني على الغالب بيكون طبيب. وكنت بحضرتكم يعني طبيب المدير الفني للصحة العامة. نعم. فكنا نتعاون مع بعض. الآن نعرض للمشاهدين الكرام صورة أول قانون صدر بالكويت لتنظيم الصحة العامة. والقانون هذا صدر 30 يوليو عام 1944 وبإمضاء حاكم الكويت الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح. ويتألف القانون هذا من 14 مادة ينظم أمور الصحة ومجلسها والمدير وأعمال المدير الفني والمدير الإداري ونحو ذلك. وهذا أول قانون صدر للصحة العامة كما قلت. أما من ناحية المدراء للصحة العامة اللي في زمانكم، والله أول مدير على ما أعتقد كان السيد محمد مضاف. أي نعم. وبعد ذلك جاء السيد عبد الله السدحان لفترة، ثم بعد ذلك السيد عبد الله عسعوسي. نعم. الآن نذكر أسماء مدراء الصحة العامة من أول مدير حتى آخر مدير. مدراء الصحة العامة منذ عام 1944 حتى عام 1961. أول مدير للصحة العامة هو السيد محمد جاسم المضف من عام 1944 حتى عام 1945. ثاني مدير للصحة العامة هو السيد عبد الله سدحان من عام 1945 حتى عام 1946. ثالث مدير للصحة العامة هو السيد عبد الله العسعوسي من آخر عام 1946 حتى عام 1948. المدير الرابع للصحة العامة هو السيد ياسين القربلي من عام 1948 حتى عام 1949. المدير الخامس للصحة العامة هو المرحوم نصف اليوسف النصف من عام 1949 حتى عام 1952. المدير السادس للصحة العامة هو السيد عبد الحميد الصانع من عام 1952 حتى عام 1952 في نفس العام. المدير السابع للصحة العامة هو السيد علي داود الحمود من عام 1952 حتى عام 1959، وظل أطول مدة مكثها مدير للصحة العامة حوالي 7 سنوات. المدير السابع للصحة العامة هو السيد عبد الرحمن سالم العتيقي من عام 1959 حتى عام 1961، وهو آخر مدير للصحة العامة. إذا بعد ذلك في أوائل عام 1962 صار دائرة الصحة العامة وزارة، وصار المدير يسمى وكيل. زين دكتور، كيف كنت تحصلون على الأدوية في ذاك الوقت خاصة في أيام الحرب؟ الحقيقة هذه كانت من أولى الصعوبات اللي واجهناها. نحن عملنا بدأ في أول الحرب العالمية الثانية، وبدأت بقى صعوبات جلب الأدوية. في أول الأمر في سنة 1940 تمكننا من عمل أو شراء كميات من الأدوية وتكديسها، لأني قدرت بأن الحرب حتما ستطول. فالأدوية هذه تمكننا من شراء من البلاد المجاورة. لكن في سنة 1943 يعني بعد 3 سنوات قلت الأدوية عندنا،
وأصبحنا نشعر بنقص فيها. وطبعا أصبح من الصعوبة في مكان جلب الأدوية من مصادرها يعني صحيح. من المعامل أو من الشركات، لأنه أعقب الحرب أيضا موضوع خطوط المواصلات، قطع خطوط المواصلات، ما عاد في خطوط مواصلات بالمرة مع البلاد اللي تنتج أدوية. صحيح. يعني فاضطرينا أيضا لأن نعمل غزو آخر على البلاد المجاورة ونشتري منها الأدوية المتبقية. طبعا كان الخروج الأدوية من البلاد المجاورة أو من أي بلد تاني كان من الصعوبة في مكان، في زمن لأن كل بلد احتفظت بالأدوية صح. اللي عندها، ولكن تمكننا من إخراج كميات كبيرة من الأدوية، لكن كان يعني يتبع ذلك أسلوب المغامرة. الواقع أنا أذكر بأنه السيد خالد هيم في يوم من الأيام ساعدنا في جلب كمية من الأدوية وعرض نفسه للخطر. الحقيقة أنا سمعت قال القصة هذه حقيقة يعني. من البحرين كنت جلب أدوية من البحرين وكنا نجيبها من بلاد أخرى مجاورة. أي نعم سمعت. والحمد لله العمل بقي ماشي وما كنا نحتاج يعني لأي نوع من أنواع الأدوية اللي كنا بحاجة إليها. نجيب مثال على ذلك تحدثا بنعمة الله مثل ما يقولوا، المرحوم السيد يوسف نصر الله ذهب إلى بغداد في سنة أظن 42 لزيارة وأصيب بظهر في مرض، فراجع أحد الأطباء فكتب له وصفة، بيقول لي المرحوم يوسف بأنه فتش في عدة صيدليات فلم يجدها، وحينما جاء وعرض علي الوصفة الحمد لله وجدنا له دواء في الكويت. بعد ذلك أذكر بأنه الدكتور مدحت شيخ الأرض مرة في الكويت في سنة 1943 وشكى لي بأنه بحاجة لنوع من الأدوية والعلاجات والأبار اللي قلتها. وهذه ما حصلها لا بالبلاد اللي مر فيها، لا بغداد ولا في دمشق ولا في بيروت، وكان جاي من هناك في طريقه إلى الرياض. فسألته عن العلاج اللي يعني بيريد الحصول عليه فذكر لي يعني. فأخذته من يده ودخلته إلى المدخر وفتحت له الخزانة فوجد والحمد لله هاي دليل على وجود يعني أكداس من الأدوية علب الأبر اللي هو بيريدها يعني. فطلب مني بعض هذه يعني شيء من العلب هذه، فقلت له ما في مانع نحن بكرة إن شاء الله في زيارتك للشيخ أحمد المرحوم الشيخ أحمد الجابر يمكن نتحدث بالموضوع. وفعلا لما ذكر له هالشيء وقال له أنا لم أجد في البلاد اللي مريتها هالأشياء اللي كنت أنا بحاجة لها وجدتها هنا، فأنا أرجو لو تسمع الفلان شو اسمه، فأمرني الشيخ وقال شو بيريد الدكتور مدحت أعطيه لأنه نحن أخوة واللي بيحتاج له أعطيه. صحيح. هاي دليل على وجود الأدوية. نعم. احنا تحدثنا مدة معك عن الموظفين الكويتيين اللي اشتغلوا معك، فالحين نود أن نذكر أسماء الموظفين الكويتيين اللي اشتغلوا بالصحة العامة من زمن دكتور عمر سلامة حتى عهدك، تقديرا لجهودهم وعملهم في ذاك الوقت. الموظفون القدامى في الصحة العامة منذ تأسيسها عام 1939 حتى عام 1946، أولا في زمن الدكتور عمر سلامة من عام 1939 حتى عام 1940، مساعد صيدلي محمد سلامة، مساعد صيدلي خالد عبد اللطيف دهيم، المرحوم محمد حمد بودي كاتب، محمد مسلم معرفي موظفين عاديين. ثانيا في زمن الدكتور يحيى الحديدي من عام 1940 إلى عام 1946، السادة محمد مطر، حامد النصر الله، روضان حمود الروضان، المرحوم مصطفى معرفي، عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم، يوسف أحمد المضف، المرحوم أحمد عبد اللطيف دهيم، يعقوب بن عيسى صادق، حمود أبو رسلي، علي أمان، يوسف جاسم الحجي، فهد حمود أبو رسلي، أحمد بن جاسم
ناصر عبد الرسول، عيسى البلوشي، عبد الرزاق المخيزيم، محمد روضان وحمود الروضان، علي المخيزيم، المرحوم محمد سعد الناهض. بعد هذا العام وخصوصا عام 1947 وبعد ذلك في زمن السيد ياسين القرابلي توظف جماعة من الكويتيين في الصحة، ومنهم على سبيل المثال السيد جاسم إبراهيم المضف، والسيد عبد المحسن سعود الزبن، والسيد مبارك الفلاح، والسيد محمود راشد نصف، والسيد خالد سالم المضف وغيرهم. النساء اللواتي اشتغلنا في مستوصف النساء الأول من عام 1941 حتى عام 1949 هن السيدة عائشة الجماع، وهي كما قلت أول امرأة كويتية تعمل في وزارة الصحة العامة، وهي أيضا أول ممرضة، السيدة فاطمة الجماع، السيدة فاطمة عبد الكريم المعروفة مشكورة، المرحومة سعيدة جوهر اللنقاوي، السيدة فاطمة الكندرية، وجاءت بعدهن موظفات كثيرات. الأطباء الذين عملوا في المستوصف الأول منذ عام 1941 حتى عام 1949 في زمن الدكتور يحيى الحديدي هم السادة: الدكتور صلاح الدين أبو الذهب، الدكتور حكمة الخوجة، الدكتورة فاطمة فهمي، الدكتور أحمد فاضل، الدكتورة درية محمد علي، الدكتور أحمد قدري الحواصلي، المرحوم الدكتور أحمد الدفراوي، الدكتور جوب الهندي، الدكتور سامي بشارة، الدكتور عادل نسيبة، الدكتور نايف حسن، الدكتور بري. القابلات والممرضات اللاتي اشتغلنا بمستوصف النساء منذ عام 1941 حتى عام 1949 هن: السيدة أمينة البيطار، السيدة وهيبة البابا، السيدة جميلة الياس، السيدة فاطمة العريس، السيدة صبحية العريس. الصيادلة الذين اشتغلوا بالصحة العامة منذ عام 1941 حتى عام 1949 هم السادة: نصوح درويش، بشير الأدلبي، أديب القواص. ونحن نشكر جهود هؤلاء الرجال الذين قاموا بخدمات جليلة للصحة في ذلك الوقت. فهؤلاء اللي عملوا معاكم في الصحة في أول عهدكم وفي الأخير حتى عام 49 بعدما فتح المستشفى الأميري. الحقيقة إذا كانوا منقوشين عندك على ورقة أنا منقوشين في قلبي. لا طبعا اشتغلوا معاك وتحمل لهم كل تقدير وجوه. نحن نشكرهم شكر جزيل واعترافهم بظلم نذكر أسماءهم. زين دكتور يحيى، حدثنا عن أو ذكرنا نبذة قصيرة عن المستشفى الأميري. كنت ذكرت بالسابق بأني حين وصولي إلى الكويت بدأت في دراسة الحالة الصحية في الكويت، وبعد مدة يمكن شهرين تقدم في تقرير، والتقرير هذه كان قرأ في مجلس الشورى، والذي كان يرأسه سمو الشيخ عبد الله السالي. فلم تمضي ساعات على قراءة التقرير حتى وفق على كل ما جاء به، ومن جملة الأشياء اللي أنا اقترحتها هو بناء مستشفى، طبعا مستوصفات وجلب أطباء وجلب طبيبات وجلب إلى آخره هذه وسسترات وإلى آخره ومرضات. إنما موضوع المستشفى أصبحت أنا ملاحق فيه، يعني بمعنى أنه لما وافقوا على طلبي المستشفى أصبحوا هم يلاحقوني في النقشة، يعني الخريطة. أي نعم. وأيضا في العمل. صحيح. أي نعم. فطبعا طرحت أنا قبل ما نعمل النقشة أو نعمل الخريطة نختار الأرض، وفعلا أبديت الفكرة هذه لصاحب السمو، فأرسل لي ثاني يوم أظن في البيت لجنة مؤلفة من سعادة الشيخ عبد الله الجابر ومن السيد عبد الرحمن البحر ومن المرحوم عبد الكريم أبل ومن السيد على ما أذكر يوسف عبد اللطيف الحمد.
قالوا نحن منحب إنه مع بعض نتشاور في انتخاب الأرض. ركبنا سيارة على ما أذكر سيارة الشيخ عبد الله الجابر وبدأنا ننتقل نتجول داخل المدينة جبلة وشرق وشمال وجنوب إلى أن وقع اختيارنا على الأرض اللي هي مبني عليها الآن المستشفى. أيه. اخترناها طبعا أولا لعلو خارج البلد تقريبا ذاك الوقت تقريبا شبه خارج البلد وحواليها ما كان في طبعا وعلى البحر على البحر ما في حواليها كان كثير من المأدنية أو شيء. أيه. فاخترناها ووقتها بتذكر شارت يعني في بثمن بخس بالنسبة لهلا وصار ضجة كبيرة كم؟ والله حسب ما أذكر يعني إذا ما خانتني ذاكرتي كل هالأرض هذه ب 11000 روبية بس ذاك الوقت مبلغ كبير وصار كلام كثير إنه هذه الأسعار حق السعر وهذه يعني تصورني نعم. فالنتيجة بدأنا في التخطيط نعم فخططنا المستشفى على شكله الحاضر طبعا وأنا ما أنكر لأنه ساعدني في ذلك الأخ عبد الله السدحان نعم. وأيضا جماعة اللي كانوا باع في البناء هو السيد خليفة البحو بالضبط نعم. هو اللي عمل معه صحيح سيد خليفة البحو أشهر بناء كويتي صحيح نعم. وكان يعني له الفضل الكبير في إنجاز العمل بسرعة يعني صحيح. في الأثناء طبعا بدأنا نحصل شيء من الحديد ومن شيء من السميد إلى آخره ولكن ظروف الحرب القاسية طبعا ما جعلتنا أنه نكمل البناء. أنا بتذكر أنه بدأنا بالعمل من سنة 1941 إلى أن بلغ المستشفى أظن السقف بعدين توقف العمل وبعدين توقفنا واللي ما قلنا أول بناء اشتغل في بناء المستشفى الأميري هو السيد خليفة البحو وبعدين بنى عقبه السيد عبد الله الفرحان عبد الله بالضبط وانتهى العمل في بناء المستشفى الأميري عام 1948 والحين نعرض صور للمستشفى الأميري وهذه صورة المستشفى الأميري عندما كان في طور البناء والصور هذه المستشفى الأميري قدمها لنا السيد محمد محمود زعتري هدية للبرنامج ونشكره كثير على هذه الصور القيمة. بعد هذه الصورة ثانية أيضا المستشفى الأميري على ساحل البحر وهي بعد الصورة ثالثة أيضا المستشفى الأميري وبعدين بين البحر هناك خشب الشارع مبينة يعني منظر جميل. بعدين الصورة ثالثة هذه هي صورة قديمة المستشفى الأميري بعدما انتهى بنيانه وهي بعد صورة ثانية هذه واجهة المستشفى الأميري عند افتتاحه يوم 26 من شهر ذي الحجة عام 1368 الموافق 18 أكتوبر عام 1949 وافتته حاكم الكويت أسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح. بعدين صورة ثانية تبين الشيخ أحمد الجابر الصباح وهو داخل إلى المستشفى الأميري لافتتاحه وبجنبه السيد عزة جعفر سكرتيره الخاص وهي صورة قديمة عام 1949. بعدين صورة ثانية هذه عند افتتاح المستشفى في بهو المستشفى مدير الصحة العامة نصف اليوسف النصف ومعه بعض الأطباء وأعضاء مجلس إدارة الصحة العامة الأول من اليمين السيد أحمد الفهد والثاني السيد محمد عبد الرحمن البحر. هذه بعد افتتاح المستشفى. بعدين صورة ثانية للمستشفى الأميري أيضا هذه اللوحة التذكارية المكتوبة عند مدخل المستشفى الأميري لافتتاحه وعليها التاريخ 26 ذي الحجة 1368 18 أكتوبر 1949. بعدين صور ثانية أيضا على المستشفى هذه لأول حفلة استقبال أو لأول زيارة رسمية إلى المستشفى الأميري قام بها حاكم البحرين السابق الشيخ سليمان بن حمد بن عيسى الخليفة ومعه الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق والشيخ عبد الله السالم الصباح وعدد من الوجهاء والعيان ويظهر في الصورة السيد نصف اليوسف النصف
مدير الصحة العامة عام 1949. بعدين صور ثانية، هذه صورة المستشفى وصورة أول سيارة إسعاف لتزور القرى عام 1950. بعدين صورة ثانية، هذه دائرة الصحة الجديدة التي انتقلت إليها دائرة الصحة عام 1952. زين دكتور يحيى، نسألك السؤال هذا، المعروف أو المشهور أن هذا أن كان المستوصف الأول يسمى الطبيب السوري أو الدكتور السوري، فما هو وجه هذه التسمية؟ الواقع هذا في نظري له مغزى كبير طبعا، مما يثبت الأخوة العربية. فكأن المواطن الكويتي وهو يقول أني ذاهب إلى المستوصف السوري أو إلى الطبيب السوري، فكأن لسان حاله يردد أني ذاهب إلى أخي الطبيب العربي السوري وإلى مستوصف ليس غريب عني. صحيح. وهذا يدل على مدى التسامح والأخوة والإلفة التي يشعر بها الأخ المواطن الكويتي نحو أخيه المواطن العربي. صحيح. هذا أنا برأيي. أي عدل مشهور كما قلنا الدكتور السوري أو الطبيب السوري هو عنكم أنتو. أي. الحين نود نذكر إحصائية. نعم. عن الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والمضمدين بالصحة العامة. الإحصائية هذه عندنا من عام 1950 يعني بعد افتتاح المستشفى الأميري بسنة تقريبا إلى عام 1967، ويظهر في هذه الإحصائية الفرق البعيد والبون الشاسع بين الصحة قديما عام 1950 والصحة عام 1967. عدد الأطباء في الصحة العامة عام 1950 10 أطباء، عدد الأطباء في الصحة العامة عام 67 490 طبيب، يعني فرق بعيد. عدد أطباء الأسنان عام 1950 طبيب واحد، 67 43 طبيب. الصيادلة عام 50 صيدلي واحد، عام 67 70 صيدلي. مساعد الصيادلة عام 50 5 67 180 مساعد صيدلي. ممرضة قانونية عام 50 13 ممرضة، عام 67 827 ممرضة قانونية. المضمدون عام 50 19 مضمد، عام 67 853 مضمد. مصور أشعة عام 50 2، عام 67 45 مصور ومساعد تصوير أشعة. المستشفيات عام 1950 إلى عام 1967 المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية. المستشفيات عام 1950 2، 1967 10، المستوصفات عام 50 2، عام 67 38 مستوصف. الصحة الوقائية عام 1950 مركز واحد، عام 67 11 مركز. عيادات المدارس عام 1950 26 عيادة، عام 1967 195 عيادة. ويظهر لنا تقدم والسير الحثيث اللي سارته وزارة الصحة العامة من بدء أمرها عن مكان صغيرة إلى أن ما هي عليه من اتساع وتقديم خدمات للجمهور في الكويت. زين دكتور يحيى، عندك حديث تود تقوله وتختمه في هذه المقابلة لنشكرك عليها، المجتمع أو غيره أو أي شيء يعن ببالك؟ والله أنا بالواقع حينما جئت الكويت مثل ما قلت جئت بشعور أني أحمل رسالة وأنتقل من بلد عربي إلى بلد عربي. وحينما وصلت الواقع إلى الكويت شعرت بأني بين أهلي وفي وطني. وإثباتا لذلك أني الحين تقريبا مضى علي في الكويت ما يقرب 20 سنة وأنا أعتبرها وطني. صحيح. الحقيقة صحيح.
وأنا مسرور كثير جدا الحقيقة. لا صحيح، أجمل ترحيب في هذه البلد الطيبة الحقيقة. صح، نشكرك كثير. والآن أيها المشاهدون الكرام، نأتي على هذه المقابلة التاريخية الطريفة مع الدكتور يحيى سعيد الحديدي، وهو ثاني أطباء الصحة العامة، جاء الكويت عام 1940 إلى عام 1948، ثم عاد إلى الكويت مرة ثانية عام 1954 وإلى الوقت الحاضر، وهو يعمل بدائرة الصحة العامة. نشكره شكر جزيل على هذه المقابلة، وأنني أيضا أشكر الإخوان الذين أفادوني بمعلومات قيمة عن الصحة العامة وما له علاقة بموضوع الصحة العامة، وخصوصا أشكر السيد خالد عبد اللطيف دهيم والسيد يوسف جاسم الحجي وغيرهم ممن تكرموا علي بالمعلومات. وقد سجلت هذه المقابلة يوم السبت في 18 من شهر مايو آيار عام 1968. إلى اللقاء أيها المشاهدون الأكارم في مقابلة تاريخية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.